التلفزيون العربي. لا شك أن ما جرى اليوم هو آخر ما كانت تريده السلطات الفرنسية، لكن هل أثر كل ما جرى على خطط افتتاح أو حفل الافتتاح الذي سيجري في وسط باريس على ضفاف السين؟ وائل، قبل دقائق من الآن صرحت عمدة باريس آن إيدالغو أن ما حدث لن يؤثر أبدا على حفل افتتاح أولمبياد 2024 في باريس عند الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم، وهذا تطمين من أهم شخصية في المدينة بأن الحفل سيتم كما كان مخططا له بحضور رئيس الفرنسي وبعض قادة الدول الصديقة. بالعودة إلى الحدث، ما زال التحقيق جاريا ومستمرا على أعلى مستوى. الشرطة القضائية الفرنسية هي من تتولى اليوم مهمة التحقيق لمعرفة من قام بذلك ولماذا قام بهذا الفعل، لكن بعض الأمور رشحت فيما يتعلق ب كيف تم مثلا تعطيل خط القطار الذي يؤدي الى الذي يربط رين ببوردو وبالتالي بباريس. هناك من استطاع الدخول الى داخل منشأة تابعة لاس ان سي اف، الشركة المسيرة لخطوط النقل الحديدي، داخل منشأة مسيجة لا يدخلها الا موظفي القطاع، موظفي اس ان سي اف. هنا بدأت التعقيدات الان لمعرفة كيف تمكن هؤلاء من كسر السياج الحديدي والدخول عبر مفاتيح ما لتعطيل وحرق العلب الخاصة بالربط بين المحطات القطار السريعة بين المدن وباريس. أصابع الاتهام الآن بدت أوضح فيما يتعلق بمن ممكن أن يكون. هناك من يوجه مباشرة التهمة لمجاميع راديكالية متطرفة. قبل أيام الشعر الأولمبية التي زارت معظم المدن الفرنسية وصلت إلى مدينة مارسيليا، كان هناك عمل شبيه بهذا العمل لكن الشرطة قامت بإحباطه قبل حصوله. هذا العمل الذي حصل ليلة أمس يشبه ما حصل في مارسيليا قبل أيام، لذلك بدأ التوجه إلى أن الأمر داخلي أكثر من كونه عمل مرتبط بتخريب خارجي وبالتحديد روسيا كما كان يريد أو كما كان يشير بعض المراقبين هنا. لكن من الواضح الآن بأن الهدف كان هو أن العمل كان منظما تخريبيا يهدف إلى إثارة البلبلة وأيضا تعطيل وتنغيص متعة أولمبياد 24 على الرئيس ماكرون شخصيا، وبالتالي التحقيق مازال مستمرا لمعرفة الجاني. التلفزيون العربي.